كيف حالكم أصدقاء؟ إن شاء الله بخير أصدقاء. أولاً الفيديو هذا عن عملة شيبا. إذا شفت هالفيديو هذا بوقت لاحق، تمام، بعد بأسبوع أسبوعين هذا السعر راح يكون قديم. هالفيديو هذا آخر أخبار عملة شيبا. عملة شيبا أصدقاء نزلت لمستويات خطيرة على شمعة الأربع ساعات، لمست 5557. فرصة حلوة كانت للشراء. أنا كنت سهران مبارح وكنت عم بنتظر السعر يلي راح تنزل فيه. شفنا مجموعة شمعات حمر امتد النزول لهون يا شباب. عنا هون الشمعة الخضراء هاي كسرت الجمود هذا. طبعا إذا بتفتح على أغلب العملات كان فيها مبارح نزول. مبارح كان في بالسوق شلال دم. أغلب العملات عملت نفس هالشمعات هدول. والسبب أصدقاء إنه في سيولة كبيرة عم تنسحب بالسوق وعم تدخل على البيتكوين. حتى إذا بتلاحظ إذا بتحط على شارت البيتكوين، خلينا نقلب على شارت البيتكوين، هي شارت البيتكوين على الأربع ساعات، شوف إنه شمعات البيتكوين بتشبه كتير شمعات عملة شيبا على الأربع ساعات. نفس النزول هذا، نفس النزول، لكن الفرق الوحيد إنه هون البيتكوين كان عم يصعد وهون عملة شيبا كانت عم تنزل. الأشخاص يلي حاطين مبالغ كبيرة بعملة شيبا وصلتني كتير استفسارات، بنصحكم أصدقاء ما تبيعوا هالأسعار هاي. ممكن تشوفوا بكرة كمان أسعار قليلة جدا، ممكن السوق بكرة يكسر بشكل كبير، لكن لحنا نتأمل أنه تطلع توقعاتنا غلط، نتأمل أنه السوق يتعافى. حاليا لحنا تحت خط الموفينج أفريج، وإذا بننتبه على الأوردرات في عمليات شراء حلوة لعملة شيبا وفي عمليات بيع، لكن عمليات الشراء بتغلب على عمليات البيع. ممكن نشوف بداية الأسبوع القادم، طبعا نهاية الأسبوع، شمعة نهاية الأسبوع هي رح تحدد وضع البيتكوين. ممكن نشوف نهاية الأسبوع القادم تحسن بعملة شيبا، وهذا كله رح ينحسم مع الوقت إن شاء الله. بتمنى للأشخاص يلي بدها تبيع تنتظر، تاخد وقت، تاخد راحة من السوق نهاية الأسبوع، تسكر محافظة ورجع لعملة شيبا بداية الأسبوع القادم. إن شاء الله رح تلاقي أسعار أحسن من هيك، ما بتمنى ضرر لأي حدا. وإذا صديقي أنت مستثمر بدك تستثمر للمدى القصير أو للمدى البعيد، الاستثمار بمية دولار أو ميتين دولار بعملة شيبا ممكن يعمل لك أرقام حلوة كتير بالمستقبل. أوكي، خلي عندك أنت رصيد للمضاربة، لكن الاستثمار لازم أنت تقسم محفظتك جزء للاستثمار وجزء للمضاربة. هيك وصلنا نهاية الفيديو، بتمنى تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس إذا عجبك المحتوى. إلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.